صباح الخير مشاهدينا، فقرة جديدة من أوروسكوب بقدم لكم إياها على أمل أن تكون حملت لكم معها كل الأخبار الحلوة والإيجابية لنهاركم. شو نصايح عالم الفلك لنا اليوم؟ رح نكتشف سوا، والبداية مثل كل يوم رح بتكون مع برج الحمل. نهارك بيحمل لك ضغوطات، والتوتر على الصعيد المهني رح يكون كتير كبير، ممكن تتعرض لمواقف صعبة، فأنا بنصحك أنك ما تاخد أي قرار خاص بالشغل بالوقت الحالي. أما عاطفيا، إذا كنت مرتاح ومقتنع بالشريك فالوقت جدا مناسب للارتباط. الثور، حاول أنك تحسم الأمور العائلية يلي علقان بطريقة تكون فيها هادي قد ما فيك. عم بتعاني من تعب جسدي ونفسي بذات الوقت بسبب هيدي المشكلة العائلية يلي عم تقطع فيها. انتبه من عملية غش أو فخ ممكن تتعرض له من أحد الأشخاص المقربين منك. أما عاطفيا، يعني الشك وقلة ثقة بالشريك هن الأسباب الأساسية للمشاكل بيناتكم. الجوزاء، نشيط وكلك طاقة أنت اليوم يا صديقي الجوزاء، فأنت عم تستمد قوتك من الحبيب لأنك عم تعيش علاقة كتير حلوة معه كلها حب وثقة. صحيا أنت مشغول، بالك شوي على صحة أحد الأقارب يلي بهمك أمرهم بشكل كتير كبير، وهيدا الشيء بالتالي عم بيأثر عليك وعم بيوترك نفسيا. منوصل للسرطان، عم تمرق بضيقة مالية لك فترة وصار لازم تلاقي حل لهيدا الوضع، ممكن اليوم يوصل لك دعم مادي من أحد الأقارب، اقبل المساعدة بلا تردد لأن هيدي الضيقة عم تأثر على شغلك وتعاملك مع الزملاء وحتى على أفراد عائلتك. منكمل مع الأسد، بتعيش حال من القلق على أهلك وخصوصا أنك بعيد عنهم هيدي الفترة بسبب ضغط العمل والمسؤوليات الكتيرة. أما عاطفيا، عم بيزيد إعجابك بالشريك بعد ما كان صار له فترة وقف حدك بمشاكلك العملية والشخصية، وعم بتفكر فيه بالارتباط الجدي. العذراء، حاسس حالك مش مرتاح وكأنه كل شيء ماشي بالعكس، وبدل ما تتقدم عم تتراجع. ما تخاف، هي مرحلة ورح تقطع، فكون صبور وانتبه على صحتك من التعصيب والتوتر. أما بالحب أيها العذراء، ما تزعل على علاقة ما كانت قد الأمال يلي أنت حطيتها فيها، فالمستقبل مخبي لك حب أحلى. الميزان، ما تتحمس كتير اليوم وحاول انك تكون هادي، ما تتجاوز الخط الفاصل بين الجرأة والتهذيب وخليك ضمنه، وإلا حتخسر كتير وخاصة هيدي الفترة. نهارك بطيء وفي مخاطرة وخيبات أمل، خد الأمور ببساطة وفكر منيح قبل ما تتصرف بأي خطوة جديدة. منوصل لعزيزي العقرب، بتفضل المشاريع العملية عن التخطيط، وخاصة أنك بفترة فيها اهتمام بأمورك المالية، مشان هيك اليوم ثقتك بنفسك كتير كبيرة والطاقة رح تكون جدا إيجابية وبتساعدك على تخليص كل شغلك بطريقة صحيحة. أما مع الحبيب أيها العقرب، حبيب واقف حدك بكل الظروف، فجرب قد ما فيك أنك توثق فيه. القوس، عم بتحس بالإرهاق والتعب بسبب تراكم الشغل والمشاريع الجديدة عليك، وما عم تقدر تنظم وقتك بطريقة صحيحة، بنصحك تطلب المساعدة من الزملاء وإلا حتكون مقصر بشغلك. مننتقل لبرج الجدي، أنت اليوم مختلف عن الفترة الماضية وعندك استعداد لتقوم بمفاوضات لتحسن وضعك بشكل عام. فترة حلوة بتترك صورة إيجابية عندك، وحاول أنك تعدل طريقة تعاطيك مع المحيطين فيك وكون إنسان إيجابي ودبلوماسي أكثر. منوصل لبرج الدلو، حاول قد ما فيك انك تكون على قد المسؤولية اللي موكلك فيها المسؤول عنك، واستفيد من الفرصة تتثبت حالك وتقوي مركزك بالعمل وقدام زملائك. اما بالحب ايها الدلو، عندك موعد مع الحب، فكون حاضر لعلاقة جديدة بحياتك بالمستقبل. واخيرا مع برج الحوت، يوم متعب بشكل عام، ما في شيء عم يزبط معك رغم كل تنظيمك للامور، ما تفقد الامل وخليك عم تثابر تتوصل لهدفك. اطلب استشاره المختصين بمجالك اذا بتحس انه ممكن يفيدوك ويساعدوك انك تتقدم بطريقه سريعه. اما صفات مولود اليوم، انسان عصبي كتير وما بيقدر يضبط اعصابه وتصرفاته، وهي علامه سوداء بسجله، بس بنفس الوقت هو انسان حنون وعاطفي ورومانسي، وبيقدر العلاقه المبنيه على الاحترام والحب والثقه، بيشتغل بضمير وبيكره الغش.
أصدقائي هيدي كانت كل معلوماتنا لليوم بفكرة أوروسكوب. أنا حابة أذكركم بالإيميل اللي فيكم تتواصلوا فيه معي وتسألون أي شيء بخص عالم الفلك أو برجكم، أوروسكوب إليان @hotmail.com، وأنا أكيد رح جاوبكم على كل الأسئلة بالفقرات الجاية. أما هلأ بدي أترككم مع باقي فقرات MTV Live لليوم، وأنا بلاقيكم بكرة بمعلومات جديدة من أوروسكوب. إلى اللقاء.